من الرياض مع حمد المحمود. باللحظة التاريخية، هكذا وصف توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية ووسط ترحيب عربي ودولي. الاتفاق نص على خطوات عدة، أبرزها الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بتمثيل متساو بين الجانبين وتوافق على ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية. وفي هذه الحلقة من برنامج من الرياض سنتناول اتفاق الرياض من كافة جوانبه وتفاصيل المرحلة المقبلة وواجبات أطراف الاتفاق لإنجاحه. للحديث حول هذا الموضوع رحب بضيوفي في هذه الحلقة. معي هنا في الاستوديو أستاذ الإعلام السياسي ورئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي، وأيضا وكيل وزارة الإعلام اليمنية السيد نجيب غلاب. كما أرحب بضيفي من جدة الكاتب والباحث السياسي السيد صالح بن جربيع الزهراني. مرحبا بكم ضيوفي جميعا، وأبدأ هذا الحوار معك دكتور علي. هذا الاتفاق أو هذه اللحظة التاريخية من توقيع هذا الاتفاق أو بما أصطلح على تسميته باتفاق الرياض يعطي دلالة قوية على القوة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية. شكر لك وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الأعزاء. بدون شك طبعا هي هذا الاتفاق هو خطوة كبيرة جدا، وأنا أعتبرها خطوة استراتيجية لحل الأزمة اليمنية خصوصا بين الطرفين، لأن ما ظهر من الاتفاق ووقع عليه الطرفين هو لتوحيد جهود الطرفين تجاه هدف محدد. الهدف الآن هو إعادة الشرعية، استرجاع كل مؤسسات الدولة ومن ميليشيا الحوثي ومن وراء هذه الميليشيا داعميها، وإنهاء هذا التمرد وإنهاء التدخل الإيراني. الحقيقة الاتفاق جاء شامل لأنه عالج كافة المحاور التي تعتمد عليها الأزمة اليمنية. إن رأينا هناك محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور عسكري. المحور السياسي وهو المناصفة في تشكيل الوزراء. هناك حكومة كفاءات مكونة من 24 وزير، 12 وزير من كل طرف. صحيح. وهذا يعني أن هناك نوع من الاتفاق بين الطرفين تحت رئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي. لولا الجهود السعودية ولولا الدعم العربي والدعم يعني من كافة الأطراف لما وصلنا لهذا الاتفاق. أنا أعتقد أن الدعم السعودي ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ونائب وزير الدفاع وسمو ولي عهد أبو ظبي وهذا الحضور الذي جاء خلال مراسم توقيع الاتفاق كان رسالة للدعم اللامحدود الذي يحظى به هذا الاتفاق من دول التحالف. ولكن الأهم في هذا الاتفاق هو دعم الأطراف اليمنية لهذا الاتفاق، ويتضمن أيضا جدول لتنفيذ هذه الاتفاق. دكتور علي إن سمحت لي ربما على تفاصيل هذه الاتفاقية، يعني وكان سؤال ربما عن القوة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية التي استطاعت احتواء هذا الاختلاف وأيضا ضم تأييد دول التحالف إلى هذا الاتفاق اتفاق الرياض. ولكن سيد نجيب، يعني هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقية التي وقعت في الرياض هي إذان بانطلاق مرحلة جديدة، مرحلة تحول أساسي في كافة مكونات اليمن للمرحلة المقبلة. نعم، يعني الاتفاق الرياض هو متغير، سيحدث متغيرات كبيرة ومتغيرات نوعية في كافة يعني المجالات، وهو تقوية للخط الاستراتيجي لإدارة المعركة في اليمن والأهداف الكلية للمعركة، وأيضا بناء توازن قائم على التكامل والشراكة بين الأطراف المناهضة للحركة الحوثية، وبناء وتكتيل قوتها وجهودها في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بما يمكن من تطبيع الأوضاع والاستجابة لمتطلبات الناس من حيث الخدمات والمعيشة وصرف الرواتب. وما يهم أن اتفاق الرياض سيجذر ويقوي من أركان الدولة ومؤسساتها ويفعلها بحيث تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات وحاجات الناس
الناس وأيضا القيام بوظائفها كما هو منصوص في اللوائح. وظلت يعني واجهنا مشاكل كثيرة في المراحل السابقة خلال 5 سنوات في مختلف الجانب على المستوى الأمني والعسكري والسياسي، وكان هناك شكاوى كثيرة وأيضا حصلت إرباكات في الميدان كانت نتائجها أحداث عدن نتيجة وجود خلل. وبالتالي هذا الاتفاق هو في مسار تصحيح مسار الشرعية وإعادة بنائها وتقويتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة الجديدة أنهت حالة النزاعات والصراعات الجانبية وركزت على التوافق بين الأطراف، توافق قائم على مبادئ أساسية حددها اتفاق الرياض في المبادئ 5 الأولى بما فيها مفهوم المواطنة ومواجهة الإرهاب وأيضا تثبيت يعني المبادئ الأساسية للدولة اليمنية والعمل من خلال الدستور وأيضا تثبيت المرجعيات بما في ذلك قرار مجلس الأمن. بهذا الاتفاق نحن وجهنا ضربة قوية للحوثية، كان مركز قوة الحوثية هو شتات وضعف وتناقض القوة المناهضة لها. نحن من خلال اتفاق الرياض لملمنا هذه الجهود، عالجنا المشاكل بالبعد العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي وتركيز كامل أيضا على مكافحة الفساد. هذا يعني أعطانا مراكز. اتفاق الرياض هو أقوى مركز ثقل الآن في المرحلة القادمة في إدارة المعركة سواء من حيث التطبيع في المناطق المحررة أو مواجهة النفوذ الإيراني وتدخلات إيران والضغط على الحوثية لقبول الحل السياسي أو الذهاب إلى الأعمال العسكرية باعتبار مسألة إجبارية في حالة رفضت الحوثية الحل. نعم، أنتقل الحديث هناك لضيفي في جدة سيد صالح. يعني دعنا أولا نبدأ من حيث بدأ هذا الاتفاق. كان هناك اهتمام كبير جدا من خادم الحرمين الشريفين، أعطى توجيهاته لولي عهد الأمير محمد بن سلمان بإنهاء هذه الأزمة اليمنية. نأتي لحديث أو لكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اتفاق الرياض. من استمع لهذه الكلمة علم جيدا بأن هذه الكلمة أشبه بمنهج عمل بما تم تنفيذه في ملف الأزمة اليمنية طوال السنوات الماضية وأيضا بما سيتم تطبيقه أو عمله أو تنفيذه خلال المرحلة المقبلة. أسعد الله مساءك أستاذ حمد ومساء ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. هذا هو منهج المملكة العربية السعودية، وقد أكد سمو ولي العهد في كلمته بأن المملكة العربية السعودية مهتمة باليمن منذ المؤسس وتريد له الاستقرار والرفاهية والازدهار الدائم. والحقيقة أن المملكة العربية السعودية كانت تقف مع اليمن بكافة الجهود السياسية والاقتصادية والدعم المالي وغير ذلك. الآن المملكة العربية السعودية والأخوة في قوة التحالف وصل إلى أنهم ضحوا بأبنائهم وسالت الدماء الطاهرة على أرض اليمن من أجل مصلحة اليمن واليمنيين، ولم تعد فقط مساعدات اقتصادية. المملكة العربية السعودية اليمن بالنسبة لها هو عمق استراتيجي، وهناك روابط الأخوة والنسب والقرابة والدين وكل ذلك الذي أكد عليه سمو ولي العهد في كلمته. ولذلك سعد الجميع بل العالم سعد بهذا الاتفاق الذي من وجهة نظري أنه اتفاق مفصلي ليس فقط لهذه الأزمة، ولكن دعنا نتذكر أنه منذ اتحاد اليمنين عام 90 الصراعات والنزاعات كانت مستمرة، من ذلك مثلا حرب الانفصال عام 94، أيضا ما بعدها يعني حتى 2015 تقريبا ما بين شد وجذب وأخذ ورد من الإخوة في الجنوب وفي الشمال. هذا الاتفاق أنا أعتبر أنه خارطة الطريق نحو اتحاد يمني حقيقي خال من الصراعات، متوحد ضد عدو واحد، وفي نفس الوقت متفرغ للتنمية ولخلق الوظائف ولإعادة تأهيل البنية التحتية
وما إلى ذلك من الأمور التي تهم المواطن اليمني الذي سحقه أو سحقته هذه الحرب التي أراد الحوثيون أن يختطفوا اليمن باسم إيران. الآن أنا أقول أن هذا تعزيز ووحدة جديدة ووحدة صف جديدة في سبيل هدف مشترك وهو تخليص اليمن من الانقلاب الحوثي. نعم دكتور علي، يعني مع توقيع هذه الاتفاقية، اتفاقية الرياض، رغم كل العراقيل التي حاول يعني حاولت الأذرع النظام الإيراني وضعها لعرقلة هذا الاتفاق، نستطيع القول بأن التحالف هو أوفى وما زال يفي بتعهده بحل أو وقوفه مع اليمن واليمنيين وبحل هذه القضية اليمنية أو بالوقوف أيضا مع نداءات الرئيس اليمني، بالتالي نستطيع القول بأن هذا النداء بأن هذا الاتفاق هو أحد أوجه نجاح التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. بدون شك طبعا الدبلوماسية السعودية استثمرت ووظفت تأثيرها الدولي والإقليمي وأيضا تأثيرها على الأطراف اليمنية، لأنها تملك سواء على المستوى الدولي، ونحن نعرف منذ اليوم الأول لاغتصاب الشرعية من قبل ميليشيا الحوثي والتدخل الإيراني انبرت المملكة العربية السعودية ومعها أشقائها في التحالف العربي لمواجهة هذه الأزمة بكل الإمكانات، سواء كانت سياسية اقتصادية عسكرية. ولذلك وظفت الدبلوماسية السعودية تأثيرها الدولي باستصدار القرار 2216، وأيضا أقامت التحالف العربي ودعمت الشرعية اليمنية بأنها وفرت للشرعية اليمنية كل ما تحتاجه. لذلك أنا أعتقد اليوم نحن في أمام لحظة تاريخية للسير في معالجة الأزمة اليمنية، لكن دعنا يعني نكون أكثر شفافية. اليوم المهم في هذا الاتفاق هو الأطراف اليمنية، صدق النوايا من الأطراف اليمنية بعد الانتقال، لأن هذا الاتفاق يحمل جدول تنفيذي لهذا الاتفاق. بعد 7 أيام سوف تنتقل الحكومة إلى عدن، ولذلك عندما تمارس الحكومة الشرعية مهامها من العاصمة الثانية في اليمن، هذا يعطي ثقة للمواطن اليمني بأن حكومته أصبحت على الأرض اليمنية، وهي أيضا رسالة للعالم وللقوى الإقليمية الطامعة في اليمن بأن الحكومة بدأت عملها من الأراضي اليمنية. ولذلك نحن اليوم عندما نشاهد الحكومة في عدن، إن شاء الله سوف يكون المرحلة الثانية الانتقال إلى العاصمة. بكل تأكيد هي دكتور يعني ربما جدول زمني وضع لتوقيع هذه ما في شك الاتفاقية، بما فيها طبعا المعني بكل الطرفين من وقع هذه الاتفاقية، سواء مجلس الانتقال أو أيضا الحكومة الشرعية اليمنية، وهو التزام يعني موجب للطرفين. ولكن دكتور سيد نجيب، الآن توقيع هذه الاتفاقية الرابح الأكبر هو اليمن واليمنيين، ومن يعرقل أو يحاول عرقلة هذه الاتفاقية هو لا يريد الخير لليمن واليمنيين. نعم، هذه الاتفاقية أنا أقول لك أكبر الرابحين فيه هو الشعب اليمني، أولا لأنه يحقن دماء اليمنيين، يعيد عقلنة النخبة السياسية والطبقة السياسية بمسار واضح لعملية الإصلاحات في الجوانب المختلفة، وبالذات في الجانب فيما يخص الخدمات ومعيشة المواطنين وصرف الرواتب. هذه ما تهم اليمنيين اليوم في الميدان، ليسوا مهمومين مثلا بتركيبة القوة أو طبيعتها أو موازينها، ما يهمهم اليوم هو الخدمات، المعيشة، الرواتب، الاستقرار، الأمن، وهذا ما يعني وهذه هي الأهداف الجامعة لاتفاق الرياض. وبالتالي يعني الناس متفائلين بهذا الاتفاق، وأيضا مهم أنه هذا الاتفاق كثير من القوى الشعبية، لأن نكون واضحين في هذه المسألة بالذات في مناطق سيطرة الحوثية، كانوا في حالة خوف وحالة رعب من الصراعات والنزاعات والاختلافات الموجودة لدى الأطراف المناهضة للحركة الحوثية، وأيضا عدم قدرة المؤسسات الدولة من العمل في العاصمة والمؤقتة عدن، وأيضا السلطات المحلية يعني لم تكن قادرة على الاستجابة لحاجات الناس المعيشية ولا حتى تثبيت الأمن كما هو مطلوب يعني. وبالتالي هذا الاتفاق بعث أمل لدى القوى الشعبية
من صنعاء إلى صعدة إلى عدن إلى المهرة أن إمكانية مواجهة الحوثية وإسقاطها بعد اتفاق الرياض أصبح ممكنا. أيضا هذا الاتفاق هو شوف ضرورة للجميع ويحقق مصالح جميع الأطراف الشرعية والتكوينات الجنوبية، وبالتالي الجميع رابح ومصلحتهم جميعا تقتضي، ناهيك عن مصلحة الشعب، تقتضي أن يتوافقوا. وبالتالي هذا الاتفاق الرياض كان استجابة لحاجات الأطراف الوطنية المناهضة للحركة الحوثية، وحاجة للشرعية ناهيك أنه يستجيب لحاجات ومتطلبات الشعب اليمني. لذلك أنا أقول هذا هذا هذا, هذا التحليل اللي قدمنا هو الضمانة الأقوى التي سيجعل هذا الاتفاق ينفذ في الواقع، لأنه من يعيق هذا الاتفاق أولا حتى من الأطراف كأنما يهدد مصالحه، لأنه الجميع خاسر إذا لم نطبق هذا الاتفاق، الجميع القوة حتى الطبقة السياسية ستخسر، الشرعية ستخسر، المجلس الانتقالي سيخسر، وسيربح الحوثي والإرهاب. لذلك هذا الاتفاق هو مربح للجميع، وعدم تطبيقه سيقود إلى خسائر كبيرة، ليس فقط خسائر على الشعب ولا على الطبقة السياسية اليمنية ولا على الشرعية، أيضا خسائر على مستوى على الأمن القومي العربي وعلى أمن الخليج. وبالتالي هذا الاتفاق أنا أعتقد أنه اتفاق الضرورة، وتطبيقه ومؤشرات تطبيقه أنا أعتقد موجودة بحكم تركيبتها وطبيعتها والحاجة والضرورة، وأيضا الضامن التحالف العربي سيدعمه. صحيح، وكل تأكيد، وهي بذلك المملكة العربية السعودية. سيد صالح، يعني توقيع هذه الاتفاقية بين طرفي الخلاف إن صح التعبير، الحكومة الشرعية اليمنية وأيضا المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، وحضورهم وتنازلهم عن كل الخلافات التي كانت تدور طوال الفترة الماضية، يعطي انطباعا بحسن النوايا المقدمة من الجانبين. بالتالي الالتزام والعمل في قادم الأيام ليس فقط مسؤولية هذين الطرفين، ولكن أيضا مسؤولية كافة مكونات المجتمع اليمني من المواطن البسيط حتى أكبر مسؤول. صحيح، أنا أتمنى أن يكون عاملا مهما في القضاء على الحركة الإيرانية الحوثية في اليمن، ما تفضل به الأستاذ نجيب بأن هذا الاتفاق، قبل هذا الاتفاق كان المواطن اليمني قلقا من هذه الانقسامات في داخل الشرعية. الآن هذا الاتفاق يجعل المواطن اليمني يطمئن إلى دولته وإلى شرعية دولته، هذا جانب. يضاف إلى ذلك عامل آخر، بالإضافة إلى استقرار الشرعية في اليمن، هناك الآن ما يحدث في العراق وفي لبنان، أنا أتصور أن المواطن اليمني ينظر إليه بعين الاعتبار وبأهمية بالغة جدا، وأتوقع أن يتحرك المواطن اليمني ضد الحوثيين الذين هم يمثلون المشروع الإيراني الذي تنتفض ضده الآن القوى العربية في العراق وفي لبنان وغيرها. العامل الأهم من ذلك هو أيضا لقمة المواطن اليمني. المواطن اليمني ماذا يريد؟ يريد أن يكون راتبه كل شهر، يريد أن ينتظم أبنائه في المدارس، أن يكون هناك رعاية طبية. في ظل هذه الصراعات وفي ظل هذه التوترات لا يمكن أن تتفرغ الحكومة لأعمالها المدنية المطلوبة والملحة جدا. أيضا هناك نقطة أنا أعجبتني في الاتفاق، أن الحكومة التي ستشكل ستكون من يعني وزارات أفراد غير منخرطين في أعمال حربية، وهذا يعني أنه سيتم اختيار كفاءات يهمها مصلحة اليمن بالدرجة الأولى، وليس لها انتماءات حزبية أو طائفية أو مصالح شخصية ضيقة، وهذا ما نتمناه إن شاء الله، ونعول على حكمة إخوتنا في اليمن ورجاحة عقولهم، وأن يتفرغوا لتنفيذ مهامهم الحقيقية التي تمس الشارع وتمس المواطن اليمني.
نعم دكتور علي، هذه الاتفاقية يعني وضعت جدول زمني إن صح التعبير من 5 ربما مراحل، أسبوع وأسبوعين شهر ثم شهرين ثم 3 أشهر. نأتي على المرحلة الأولى وهي خلال 7 أيام، بأنه لابد أن يباشر رئيس الحكومة أعماله من عدن ويباشر تماما صرف الرواتب لجهاز الأمن والجيش وأيضا للمدنيين، بالتالي ربما هذه هي نقطة الانطلاق للحكومة اليمنية أو نقطة الانطلاق لتوقيع أو لتنفيذ اتفاقية الرياض من خلال هذا البند المهم جدا وهو قال رئيس الحكومة هناك وبدء صرف الرواتب. أخ حمد، دعنا نقول ما قبل الاتفاق ليس ما بعد الاتفاق. أنا أعتقد نحن أمام مرحلة فعلا بدأنا نرى تشكل اليمن والسير في الطريق الصحيح. أنا أعتقد مجرد وجود الحكومة في العاصمة الثانية لليمن، العاصمة هي العاصمة الثانية تعتبر يعني عاصمة الصيفية أو الشتوية الظاهر، وعاصمة لأنه العاصمة صنعاء وهناك عاصمة ثانية دائما الحكومة اليمنية تذهب إليها. هذه وجود الحكومة أعطى طمأنينة للمواطن، هذه حالة نفسية عندما يشعر المواطن أن الحكومة موجودة على أرض اليمن، ليس شعوره كما يشعر عندما تكون الحكومة خارج اليمن. وهناك طبعا الكثير من المواطنين كانوا يعتقدون أن الحكومة لن تعود، هذه حكومة سوف تكون في خارج اليمن ولن تعود. اليوم وجودها في اليمن، لأن هذا ضمن عندما قامت دول التحالف بوضع استراتيجية لمواجهة الانقلاب الحوثي والتدخل الإيراني، كانت هذه الاستراتيجية شاملة وكاملة، شملت القضايا السياسية والدعم السياسي في مواجهة التدخل الإيراني من خلال مجلس الأمن وإصدار قرار 2216 وإلى آخره، وأيضا كانت متكاملة بأن هناك دعم اقتصادي ودعم تنموي ودعم. لذلك عندما يضخ في البنك المركزي اليمني من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات ما يسمى ضمان للبنك المركزي، هنا يصبح الاقتصاد هو العامل المهم وتأتي السياسة لوجودها داخل مدينة عدن. إذا نحن أمام حكومة بدأت تمارس أعمالها اليومية في عدن، هذا يعطي المواطن اليمني أن هناك مرجعية له وهي الحكومة الشرعية في مقابل هذا الانقلاب الذي لا يحظى لا باعتراف دولي ولا بدعم إقليمي إلا من إيران التي أصبح يضيق عليها الخناق. ورأينا الآن مشاريعها تتهاوى مثل ما ذكر زميلنا في جدة في العراق وفي لبنان وفي غيرها. إذن المواطن اليمني ينظر بكل تفاؤل لجدول التنفيذ هذا الاتفاق، وأنا أعتقد سنرى عندما تعود الحكومة إلى عدن وسنرى نتائج لوصولها إلى عدن من خلال الدعم الذي سوف تحظى به الدعم الشعبي من على أرض الواقع. ورأينا عندما وقع الاتفاق ردود الأفعال الشعبية التي كانت في اليمن، ومنها قناتكم الكريمة عندما نقلت ردود أفعال وعديد من وسائل الإعلام، كان هناك شعور بالطمأنينة، كان هناك شعور بأن المسألة أصبحت من الممكن أن نرى الاتفاق يعني أصبح قيد التنفيذ، وهذا شعور مهم بالنسبة لدول التحالف. دعني يعني أختم بشيء، دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لن تتراجع قيد أنملة إلا بإنهاء هذا التمرد وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن، لأن هذا يشكل خطر ليس فقط على الأمن القومي العربي، بل على ليس فقط على الأمن السعودية والخليج، بل على الأمن القومي العربي وعلى الأمن الاقتصاد العالمي. ولذلك المملكة العربية السعودية ودول التحالف سوف تستمر في دعمها للحكومة اليمنية مهما كلف الثمن. وأيضا يعني هناك يعني لن تقبل بوجود ميليشيا مسلحة على خاصرتها الجنوبية، وهذا ما ذكره سمو ولي العهد عدة في عدة لقاءات، لا نريد أن نرى حزب مثل حزب الله على حدودنا الجنوبية مسلح. وهذا طبعا ما يجعل دول التحالف تسعى لحل الأزمة اليمنية بكافة الوسائل، ولن تتوانى
في أي شكل من أشكال الدعم للشعب اليمني ولحكومته الشرعية طيب. للوصول إلى حل عادل واستقرار لليمن. نعم سيد نجيب، يعني هذه ربما ما تحدث به الدكتور علي هي الشريحة الزمنية الأولى خلال أسبوع، الأسبوع الذي يلي ذلك وهو تعيين مدير لأمن عدن وأيضا تعيين محافظ لعدن وعودة التشكيلات العسكرية للمنطقة هناك وأيضا تجميع السلاح الثقيل إلى مناطق محددة يشرف عليها التحالف، كأن يعني كأن هذه الاتفاقية تهيئ الأرضية التي من الممكن أن تعمل عليها الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد مضي 4 أسابيع من توقيع هذه الاتفاقية. نعم التزمين هو في غاية الأهمية من كضامن وحتى لا يحصل تمييع، وأيضا هو نوع من التحفيز للقوة اليمنية وأيضا للرئاسة وأيضا حتى للتحالف من خلال العمل وبشكل عاجل، لأنه إذا كان إذا عدم التزمين كان سيقود إلى تمييع وإطالة وتوليد مشاكل، لكن اليوم هم ملتزمين بالتزمين وهذا التزمين هو جزء من الضمانات الحقيقية للتنفيذ وبالتدريج وفق متطلبات وحاجات كل مرحلة بحاجاتها. مثلا في المرحلة الأولى عودة رئيس الوزراء مع بعض الوزراء المهمين الذي يعني أعمالهم مرتبطة بالخدمات، يعني هؤلاء سيعودوا خلال 7 أيام وربطت عملهم أولا بصرف الرواتب وبتفعيل الإدارات لتقديم الخدمات للناس يعني كالكهرباء مثلا. ثم تأتي مسألة مدير أمن عدن ومحافظ عدن لأن العاصمة المؤقتة، لأنه هذا سيعيد تصنيع القرار داخل عدن بالبعد الأمني والبعد الإداري من السلطة المحلية يثبتها، وهذا يسهل عودة الحكومة رغم أنه المسألة الأمنية اليوم هي مضبوطة والقوات السعودية موجودة وهناك قوة أمنية يعني موجودة في الميدان، فعدن من ناحية عملية هي اليوم آمنة، لكن التعيين هو من يعني مسألة محافظ عدن ومدير أمن عدن قبل تشكيل الحكومة مهم، فهو تزمين يعني منظم ولتحقيق الأهداف وضمانة. نعم متبقي ربما نقطة مهمة جدا وهي تجميع السلاح الثقيل سنأتي عليها، ولكن أستأذنك والسادة المشاهدين بفاصل قصير ونعود ونكمل حوارنا. أهلا بكم من جديد وأرحب بضيوفي معي مرة أخرى، أستاذ الإعلام السياسي ورئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي وأيضا وكيل وزارة الإعلام اليمنية السيد نجيب غلاب، وضيفي من جدة الكاتب والباحث السياسي السيد صالح بن جربيع الزهراني، مرحبا بكم ضيوفي مرة أخرى. ونعود نكمل حوارنا سيد نجيب، نصت الاتفاقية في أسبوعها الثاني بأنه يكون هناك تجميع للسلاح الثقيل داخل معسكرات في عدن ويشرف عليها التحالف بشكل مباشر، ما أهمية هذه النقطة؟ نعلم جيدا بأن ربما لا يكاد يخلو بيت يمني من امتلاك سلاح، وربما الشعب اليمني من أعلى نسب امتلاك السلاح على مستوى العالم، ولكن هذا البند يقول السلاح الثقيل ويعني بذلك بالضبط والمتوسط، يعني بذلك ما تم ربما تجمعه خلال الفترة الماضية. اولا ظروف الحرب في الفترات السابقة يعني قادت الى يعني وجود تكتلات عسكرية وأمنية متعددة، وكان في ازدواج في القرار داخل عدن، وايضا نتيجة الصراعات اللي حصلت في احداث عدن في الفترة الأخيرة حصل تسرب للأسلحة، ووجود هذه الأسلحة وتجميع بأيدي قوة حتى قد تكون منضبطة. نعم. وأحيانا قد تكون غير منضبطة لكنها قوات غير نظامية، ولكنها غير نظامية، حتى هم الآن في شرعنا لكل هذه القوة تحت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لكن تجميع السلاح هو مهم لأنه في أحيانا نتيجة التشكيلات اللي حصلت في الفترات السابقة أحيانا يعني بعضهم قد يغلب مصالحه، بعضهم قد لا يلتزم، حالة الفوضى اللي حصلت في الفترات السابقة بقيت تقتضي بالضرورة أولا من أجل الأمن، من أجل أمن عدن، بحيث أنه السلاح يكون مركز ويتم الإشراف عليه، هو تجميع السلاح الثقيل والسلاح المتوسط أولا لإخلاء مدينة عدن، هذا مهمة لإخلاء مدينة عدن من السلاح، ويكون السلاح متحكم به ويتم توجيهه
ويعني توجيه هذا السلاح بطريقة صحيحة بما إلى الجبهات العسكرية لمواجهة الحوثية، لا إدارة الصراعات الداخلية. أنا أعتقد أنه هذا البند من أهم البنود، من أهم البنود الذي يعني سيحقق الأمن، وأيضا يطمئن كل الأطراف، يطمئن كل الأطراف، وأيضا ينهي حتى حالات التمرد ولو كانت تمردات صغيرة ستنتهي هذه المسألة. من أجل ذلك وضع بأن التحالف يشرف عليه، هو التحالف إشراف التحالف عليه هو الضامن الأساسي. والمسألة الأخرى أحيانا لا أحيانا هناك بعض الألاعيب في إدارة المعركة ونحن تابعناها خلال الفترات الماضية، وبالتالي إشراف التحالف اليوم هو في غاية الأهمية بحيث يتم توجيه السلاح بطريقة صحيحة وفق حاجات الجبهات ومتطلباتها. طبعا القوة اليمنية موجودة وإشراف التحالف باعتبارها محكم اليوم، التحالف وبالذات السعودية المملكة العربية السعودية هي اليوم محكم وشريك وضامن، وبالتالي هناك اطمئنان كامل لدور التحالف في اليمن، ولذلك القوات السعودية اليوم موجودة في عدن ومرحب بها بشكل كبير، وهي الضابط ويعني والضامن. وكثير من القوى الأمنية سواء اللي مع الشرعية أو مع المجلس الانتقالي لديهم رضا بهذا الوجود، لأنه سيلعب دور مهم في الأمن وسيلعب دور المحكم، وبالتالي تجميع السلاح وإعادة الضبطة ويعني وتحديد هدف هذا السلاح إلى أن يوجه، هذا البند من أهم البنود. أيضا يعطينا درس مهم للمستقبل، أنه كل القوى اليمنية جمعت سلاحها الثقيل والمتوسط، وهذا رسالة للأمم المتحدة وللعالم، الحوثية لابد أن تسلم سلاحها بهذه الطريقة بحيث يكون هذا السلاح منضبط تحت إرادة الدولة وبإشراف التحالف أو بإشراف أممي أو بأي شكل من الأشكال، وهذا سيقود في المرحلة القادمة إذا قبلت الحوثية بالسلام إلى تفكيك الميليشيات الغير منضبطة. نعم، ليس شرطا يعني ربما إعجازيا على الأمم المتحدة أو من يسعى لحل الأزمة اليمنية بأن يضع هذا الشرط على الميليشيات الحوثية. مرة أخرى توجه إليك سيد صالح، هناك ضيفي في جدة، منذ الساعات الأولى لتوقيع هذه الاتفاقية، اتفاقية الرياض، رصدنا الترحيب الدولي باتفاق الرياض وبالنظرة التفاؤلية المستقبلية لما سيؤول إليه هذا التوقيع إن تم تطبيقه من طرفي هذا التوقيع، تأييد من دول الخليج، تأييد عربي، تأييد أيضا على مستوى العالم، تأييد أيضا من المنظمات والهيئات الدولية، إيمانا بقدرة اليمنيين على تنفيذ هذا الاتفاق وأيضا إيمانا بقدرة المملكة العربية السعودية بإنجاز هذا الاتفاق. نعم صحيح، الترحيب كان على مستوى دولي، يعني الأمم المتحدة رحبت ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد غريفيث رحب بهذا الاتفاق، أشاد بجهود سمو الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي، ترامب، بريطانيا، الأمم يعني الحرة التي تريد السلام هي التي رحبت بهذا الاتفاق. ولكن وجدنا للأسف محور الشر الإيراني القطري التركي هم الوحيدون الذين ساءهم ربما هذا الاتفاق، وكذلك جماعات الإسلام السياسي الراديكالي المتطرفين. يعني لن نقول أن الحوثي مثلا سيرحب بهذا الاتفاق أو القاعدة أو داعش في اليمن مثلا أو قطر التي يعمل إعلامها ليل نهار من أجل بث الفتنة وتعميق الخلاف بين الأخوة في اليمن. ولكن نحن نقول بمشيئة الله تعالى أن الأخوة اليمنيين يعني أدركوا الدرس جيدا، هم مشكلتهم الأساسية في اليمن أن هناك فصيل لديه أسلحة استطاع أن يقفز على السلطة ويختطفها في اليمن، ولا أعتقد أنهم سيسمحون بتكرار هذا الخطأ الكبير حيث يتيحون للآخرين أن يمتلكوا السلاح ويحدث ما حدث في سوريا مثلا أو في ليبيا أو في العراق. اليوم الفرصة مواتية من أجل توحيد الجهود، رأب الصدع والعمل
كفريق واحد من أجل هدف واحد مشترك، وهو إبعاد المخالب الإيرانية عن اليمن والتفرغ للبناء والتنمية، حيث لا يمكن لأي حكومة أن تقوم بالبناء والتنمية في ظل الصراعات المسلحة. ولذلك أنا أقول أن المملكة العربية السعودية عندما سعت إلى عقد هذا الاتفاق هي عملت أيضا على الأرض من أجل إنجاحه، عندما أعادت توزيع القوة في الأرض وانتشرت القوات السعودية في عدن مع مجموعات من قوات الشرعية، كان الهدف هو تأمين الأرض أولا من أجل تهيئتها لانتقال الحكومة إلى الداخل، العمل بأمان وبتفرغ كامل من أجل تحقيق الأهداف التنموية في اليمن. نعم دكتور علي، يعني هذا الدعم السياسي، الدعم العسكري، الدعم الأمني الذي تقدمه المملكة القائدة للتحالف لليمن من خلال هذا الجزئية اتفاق الرياض، أيضا هناك دعم اقتصادي من خلال أحد البنود لهذا الاتفاق وهو إيداع موارد الدولة في البنك المركزي في عدن، والصرف عليه يكون بموجب الميزانية وبإشراف على هذا الصرف. بالتالي كل الألعاب الماضية التي كانت تتم طوال الأشهر بل السنوات الماضية واستغلال موارد الدولة في اليمن من قبل هذه الميليشيا الحوثية سيتم بترها مباشرة من خلال هذه الاتفاقية. بدون شك طبعا الاتفاق تضمن كل مثل ما يسمى نقاط الضعف التي كان ينفذ من خلالها سواء الحوثي أو غيره لخلخلة تركيبة الدولة اليمنية أو استغلال موارد الدولة اليمنية، ولذلك جاء هذا الاتفاق ليعطي نوع من الحوكمة دعنا نسميها يعني لعمل الحكومة اليمنية بكل احترافية، سواء يعني لا يستطيع الحوثي اليوم أن يسطو على البنك المركزي مثل ما كان في السابق. لذلك أنا أعتقد ما جعل الجميع يؤيد هذا الاتفاق هو شموله على كافة البنود. لماذا أيدت المنظمات الدولية والدول الإقليمية والدول حتى الدولية؟ لأنها وجدت هناك تصميم من المملكة العربية السعودية ومن التحالف العربي لدعم اليمن اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، ولذلك تماهت مواقف المنظمات الدولية مع موقف التحالف العربي بعد أن كانت مواقف القوى الدولية والمنظمات الدولية، وأعتقد أن عرفنا يعني كل ناقشنا هذه الأمور في السابق كيف كانت المنظمات الدولية في بعض الأحيان تتماهى مع الحوثي أو تراعي الحوثي في كثير من الأحيان. في هذا الاتفاق أنا أعتقد لا تستطيع القوى الدولية ولا المنظمات الدولية أيضا أن تساعد أو تحاول أن تعيق الحل بالنسبة للأزمة اليمنية، لأن هذا الاتفاق هو شمولي. الاتفاق على الأرض، أصبحت هناك حكومة، أصبحت هناك قوة عسكرية على الأرض تجمع هذا السلاح وتساعد الحكومة على تنفيذ كل ما ورد في هذا الاتفاق. نعم. الجانب الاقتصادي أخ حمد هو مهم. اليوم الشعب اليمني بحاجة إلى دعم اقتصادي، بحاجة المواطن اليمني أن يستلم راتبه. عندما يستلم المواطن راتبه من والبنك المركزي يبدأ يعمل، هنا يشعر المواطن اليمني بأن الحكومة بدأت تعمل والحكومة عادت والوضع في اليمن عاد. هذا يضعف في الجانب الآخر من يضعف الحوثي ويضعف ادعاءات الحوثي، ولذلك المواطن المتردد الذي لا يعرف، كثير من المواطنين اليمنيين لا يعرفون في خبايا الأمور السياسية والأمور، فكثير منهم تأخذ دعاية الحوثي. اليوم يبدأ يلمس على أرض الواقع أن هناك حكومة، هم لهم ما يتم تنفيذه على أرض الواقع. ولذلك أنا أعتقد بعد الدعم الاقتصادي من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعنا هنا نثمن يعني الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة وحضور الشيخ محمد بن زايد ولي العهد، هذا تأكيد على المواقف السعودية الإماراتية الداعمة للشرعية اليمنية، وأن ليس هناك تباين مثل ما يحاول الطرف الآخر أن يروجه.
الشخص الجهة القلقة من هذا الاتفاق هي إيران والحوثي، لذلك هم قلقين من الوصول إلى أي اتفاق بين الأطراف اليمنية، لأنهم هم يدخلون من خلال الخلافات. نعم سيد نجيب، ربما يعني أنت لديك حديث طويل حول الكهنوت الإيراني وتغلغله في الداخل اليمني وخصوصا في مناطق الشمال. لاحظنا خلال الأيام الماضية كيف سعى هذا من يعمل ومن يؤيد هذا الكهنوت في الداخل اليمني لمحاولة إفشال هذا الاتفاق، لمحاولة الحديث أيضا عن مواطن اختلاف أو عن مواطن تغليب لجهة على حساب جهة. كيف يمكن لليمنيين بشكل عام التغلب على هذا الكهنوت وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار؟ أولا، تنفيذ اتفاق هذا تنفيذ اتفاق الرياض هو يأتي في هذا المسار، لأنه يوحد جهود اليمنيين ويمكن الدولة من العمل. ومجرد أن تتمكن مؤسسات الدولة من العمل في المناطق المحررة ويصبح لدينا كافة السلطات الدولة تشتغل من العاصمة المؤقتة عدن، ولدينا الذراع العسكري والذراع الأمني ومؤسسة يعني في المناطق المحررة، هذا بحد ذاته سيضعف الحوثية وسيعطي أمل للشعب أن التحرير مستمر. ضعف الحوثية ضعيفة، وهي تحاول أن تعيد بناء ذهنية قائمة على مسألة المواجهة ما بين اليمنيين، على أساس تقسيم اليمنيين على أساس مناطقي ومذهبي. الاتفاق الرياضي يؤكد على فكرة المواطنة وإنهاء التمييز المناطقي والمذهبي، وهو المبدأ الأول الذي ذكر في هذا الاتفاق، نظرا لأنه الحوثية تعتمد على الصراع المناطقي وعلى الصراع المذهبي في التعبئة. المسألة الثانية، أنا أعتقد أنه تخفيف الحملات الإعلامية، لأنه الإعلام يعني هناك اليوم مثلا أصوات شاذة تحاول أن تشكك باتفاق الرياض، وهذه الأصوات الشاذة هي أما من جاي من الحوثية أو من المجموعات المدعومة من قطر. هؤلاء هذا المجموعات هي وحدها اليوم التي تشكك بهذا الاتفاق، لكن هي غير مؤثرة أصلا على مستوى الميدان. وقف الحملات الإعلامية في غاية الأهمية. المسألة الأهم في كل هذا، المرحلة ليست مرحلة بناء قوة، يعني أي طرف يراهن على بناء القوة في هذه المرحلة أنا أعتقد أنه يفجر صراع. المرحلة مرحلة تضحية، وعلينا أن نبني توازنات من خلال الشراكة، وهذه الشراكة تقود إلى التكامل بما يحقق الأهداف. أيضا الفساد، أنا أعتقد أنه الفساد لابد من الحد منه، من الحد من هذا الفساد، لأنه عبارة عن ثقب أسود. يعني الموارد التي تصرف أو الموارد التي يتم تحصيلها أو الموارد التي لا يتم تحصيلها ويتم التلاعب بها، هذه كلها هي تضعف قوة الدولة وتجعل المؤسسات غير قادرة على الاستجابة لحاجات الناس. وبالتالي مكافحة الفساد في غاية الأهمية. لذلك وجدنا أنه اتفاق الرياض كل نقاط الضعف التي نعاني منها تم معالجتها في هذا الاتفاق. لذلك أنا أقول على كل اليمنيين بلا استثناء أن يدعموا هذا الاتفاق وأن يواجهوا كل من يشكك في هذا الاتفاق، وأيضا أن يعمل الجميع على إزالة أي عوائق. وأنا أقول من المهم أن نقدم التنازلات وأن نضحي، لأن إحنا في معركة مصيرية، المسألة تحتاج تضحية وليس ربح. الجميع سيربح إن ضحينا، والجميع سيخسر إن ظلت المصالح الخاصة والمصالح الإعلانية هي المتحكمة. نعم، وهذا ينطلق سيد صالح، يعني هذا الاتفاق، اتفاق الرياض أيضا تضمن آليات وترتيب لدور أو تفعيل دور السلطات والمؤسسات الدولة اليمنية كافة التي ستعمل في الداخل اليمني، وضع آلية معينة لعمل هذه المؤسسات، رغبة من خلال بنود هذا الاتفاق، اتفاق الرياض، أن يعمل اليمن أو تعمل مؤسسات اليمن لليمنيين كافة بكافة الشرائح. نعم صحيح، يعني هذا الاتفاق لم يركز فقط على الجانب السياسي أو العسكري، وإنما أيضا ركز على الجانب الاقتصادي الذي ينعكس بدوره على الجانب الاجتماعي وعلى الاستقرار في اليمن. فمثلا يعني تضمن الاتفاق أنه إيداع جميع موارد الدولة اليمنية في البنك المركزي، إعادة بناء وتطوير البنية التحتية، تأهيل الشباب، خلق وظائف، الضغط على الحوثي الذي ينهب حتى المساعدات الإنسانية لليمنيين
القضاء على الفساد المالي والإداري، إزاحة تجار الحروب، إزاحة أصحاب الأهداف الضيقة الشخصية، إبعاد المؤسسات الراديكالية عن الحكم، اختيار وزراء ذوي كفاءات ليس لهم انتماءات ولم يكن يعني تتلطخ أيديهم بدماء اليمنيين. كل هذه العوامل تساعد على نجاح الاتفاق من ناحية، وعلى نجاح الحكومة في الداخل وعلى الأرض من ناحية أخرى. نعم، شكرا لك ضيفي من جدة الكاتب والباحث السياسي سيد صالح بن جربيع الزهراني، وأيضا الشكر يمتد إلى ضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام السياسي ورئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، وأيضا وكيل وزارة الإعلام اليمنية السيد نجيب غلاب. شكرا لكم جميعا. شكرا.